عصاته ما لم يعطها السابقون. فالاهتمام بسورة الكهف وقراءتها في يوم الجمعة من أسباب سلامة المسلم من فتنة المسيح الدجال لو خرج. وربما قال قائل خروجه تسبقه أحداث وأحداث، لكن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة باقية. وربما إذا قرأها الإنسان تهيأ أكثر للخير والطاعة، حتى إذا جاءت ساعة إجابة الدعاء يكون أكثر تهيؤا للتعرض لنفحات جود ربه جل وعلا. والعباد محتاجون للطف الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، في ذرياتهم، في أحبابهم، في أمتهم الإسلامية التي تعيش الآن محنا متنوعة، وأعداء الإسلام يكيدون لها ما فتروا وما فتئوا. ولا تستدفع المصائب وتزاح الهموم والغموم وتكسب كل بلية